انا كونتر هاد القضيه، وانا ديما كنقولها كنقول ما خصناش نشرو الصابون ديالنا ولا الغسيل ديالنا في السطوحه ديالنا سخرين بطبيعه الحال. اللي عنده شي مشكل يفكوه مع واحد اخر وما كاينش الاشكال، لان اي واحد كيقدر يدخل في شناان مع الصديق ديالو ولا مع الكوليك ديالو في هذا الدومين هذا. انا كونتر، وغنعطيك واحد القضيه، انا غنضطر نجاوبك بواحد السؤال اخر. عمرنا سمعنا نعيمه سميح كتناقر هي وعبد الهادي بالخياط ولا مع عبد القاري؟ في نظرك شنو ممكن تكون المشاكل، يعني السبب هذا المشكل هذا اللي شفناه فعلا؟ شحال من فنان وفنان؟ هو هاد لي ريزو سوسيو هما هادوما اللي خالقين المشكل. هو راه ما كانش، راه ديما كانوا كيكونوا مشاكل بطبيعه الحال، ولكن كانوا كيبقاو مستورين بحكم ان ما كانوش هاد لي ريزو سوسيو دابا. ولكن دابا ولا بنادم كيجاوب فنان، كيجاوب فنان من خلال هاد لي ريزو سوسيو. دونك كلشي كيسيق الاخبار، كلشي كيعرف، الكل يدلي بدلوه في الامر، وكيولي المشكل كبير مع انه كيكون بسيط. راه انا وصويلح راه حنا صحاب، راه حنا خوت، ولكن راه كنتناقشوا مع بعضياتنا، ما كنتناقشوا، كاين شي نقطه ما نتفاهموش فيها، ولكن انت وسط منا غتصحابينا مضاربين، حنا ما مضاربينش، حنا كنخويو يا بريمني كنساليو، وحنا امورنا غاده مزيانه.